فرحانين صراحة، والحمد لله يعني حققنا فوز اللي كان زوين قدام منتخب كندا فريق 2-1، والحمد لله كيف كتشوف معايا المغاربة كلهم تبارك الله فرحانين وفوالا الحمد لله. حنا فرحانين بزاف حيتاش المغرب رباح كندا وبالتوفيق، ما كانش قدام بالتوفيق لأسود الأطلس إن شاء الله نديو كأس العالم ومغربية إن شاء الله. فرحانين بزاف. جاني زوين وحنا اون فيغ دي اليوم، فرحانين بزاف. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على الفوز اليوم. هذا اسود الاطلس وهذا المغرب وهذا رجالنا، الله يفرحنا. هذه الفرحه حنا كنقدموها لهم، الله يحفظهم وما عرفتش اش غادي نقول اخويا، عاش الملك. صافي انا فرحانه اليوم. الله يسهل عليكم. شوف حنا اليوم كاع العرب اللي ربحوا معنا، وان شاء الله بحول الله الكاس غتكون في يدينا. وانت تفكر وقت اش قلتها لك. فرحه جالي عارمه بالمغرب ومبروك علينا، وشكرا لاسود الاطلس حيت فرحونا. حتى الفينال نمشيو ان شاء الله. غنمشي فين؟ في لاكوب دي موند. لاكوب دي موند غنمشيو للفينال وغنربحوها ان شاء الله. جيبوها يا الاولاد. ديما المغرب، ديما المغرب، من فلسطين ديما المغرب. ها فرحانين بزاف بزاف بزاف، شرفونا الدراري ولعبوا مزيان وانا فرحانه. فرحانين بزاف والحمد لله، مبروك علينا وعلى جميع العرب كاملين. شكرا قطر، شكرا قطر، وكنا كنستحقوا كجينيراسيون. ميرسي. انا خليت الخدمه باش نجي نحضر، قلت لك خليت الخدمه باش نجي نحضر الفريق ديالنا المغرب، ومبروك بزاف. فرحونا فرحونا ديما مابو ديما مابو. يلاه حنايا فرحانين في الغربه، حنايا حنا جينا نشجعوا المنتخب ديالنا وفرحنا، وحنايا ماشي في البلاد يعني. حنا هذه الفرحه دي ما عرفتش كيفاش نوصفها لك، من الحمد لله الحمد لله. تاهل ضمناه، وان شاء الله ان شاء الله نتاهلوا النهائيات ان شاء الله يا ربي. وما نقولكش نديو كاس العالم، مي نتاهلوا النهائيات ان شاء الله. صافي شكرا. علاش ما نديوش؟ نديوه 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 نديوه. هيا هكا دريما. صافي مبروك علينا الرباح ان شاء الله، نديو معنا الكاس ان شاء الله. علاش لا، الدراري تيلعبوا زوينين، ايوا ان شاء الله الكاس في يدينا ان شاء الله. الحمد لله فرحونا، الحمد لله الله يفرحهم. وديما المغرب، ديما المغرب. شكرا اسود الاطلس، شكرا لعابه، كنتوا رائعين في الملعب. ان شاء الله عقبال النهائيات وان شاء الله نديو الكاس، علاش لا. ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب. ان شاء الله نوصلوا للفينال باذن الله، وقدموا مباراه زوينه. فرحاني اليوم بهذا الانجاز اللي حققه المنتخب ديالنا، ونتمنوا يكونوا نتائج افضل في الدور القادم. كنتمنوا ليهم حظ موفق، وديما مغرب، ديما مغرب. فيف الماروك. اليوم بالنسبه للمنتخب المغربي، انا فرحانه بزاف على المنتخب المغربي، وكنشكر قطر على تنظيم كاس العالم الرائع اللي كان زوين بزاف. وما نقدرش نوصف لك الفرحه ديالي كمغربيه، وكنفتخر بانني مغربيه، لانني يعني عشت هذه الاجواء ديال كاس العالم في جميع المباريات اللي تقامت ديال المغرب ضد اي دوله. وكنحيي المغرب، ويعيش المغرب، ويعيش مالكنا محمد السادس، الله يطول لنا في عمره. Félicitations au Maroc, je suis très très fière de la victoire du Maroc. Inch'Allah, j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée. Inch'Allah, pourquoi pas arriver jusqu'en finale. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.